لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسرعة نطوع. نطوع سلم. لكن نطوع بيفكر بالدخان. ما بيفكرش ما بيفكرش. أيوة. بالدخان. يلا ثبت الصورة يا حمار اللي بقوله وقف عند صورة واضحة. قرب لعند صورة لأن قفل صور. العماني كم اشتريت؟ بعدنا. وهذا السعر هذا مو بيحسن الحال. اللي بده البيحس. ايه صح تغير المطوع ايه شيف شيف انشروا مو بقى مجموعة حقلات رد شوي رد شوي لم يتجعها كده رد شوي لجحي وقعت صورة هو بسرعة كان اشتيه يسرق هذا انت قلنا حدده وخليته تصيح حدي تقدر تصيح كان يسرق من ذا حد جي يسرق من حد ثاني ويد صيح على طول ها؟ يعني طين حتى حركة أقدر له مثلا لما يدخلونا حدد الحركة بأي وقت على طول لما دخلت تكتشف حركة وتصيح هذا هو السؤال ثبت الصورة حق أول لما دي أول ما هي عندها مطول واحد يحاول انه يسرق والله هذا يتسأل معه هو مدمين أم عمر مدمين أم ابن المرحوم هذا عمر بسرعة يحاول يسرق مرة ثانية ما يقدر شيء ما يقدر يدحم عبله بعد شوي ما قدر يدحم شوف يعمل حركات ويخرج التليفون يتصل ويجي بيده زلط تمويه يشوف يده عم من قد حساب يده لا كسر يده كسر كسر يده ودي ممكن هذا الزلط نحذروا من ننتبهوا لها ابشروا ممكن اقول لك بيجي عبر المطوع المطوع بيقول لها ما بيدك مشتري من ده اها شوف طلع تم ايقاف الخدمه عن هذا مع السلامه ما عاد بيكلم واحد جنب مدري